دلوقتي حضراتكم تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيحضر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم اللي هيتم إقامتها بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، هيتم تمديد مواعيد عمل الخط الأخضر ساعة إضافية بمناسبة مباراة الأهلي وسيمبا المقامة في استاد القاهرة الدولي، على أن تكون آخر رحلة من محطة عدلي منصور لمحطة محور رود الفرج الساعة 12:30 صباحاً، وهتكون آخر رحلة من محطة محور رود الفرج لمحطة عدلي منصور الساعة 12:45 صباحاً، وآخر معاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطين الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 1 صباحاً، وهيتم تشغيل قطار كل 5 دقائق. النهاردة تنطلق مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وبيتطلع الأهلي المصري لتأكيد تفوقه وحجز مقعده في الدور قبل النهائي حين يستضيف نظيره سيمبا التنزاني في 10:00 مساء على استاد القاهرة الدولي في حضور 30,000 مشجع. في المقابل بيسعى صن داونز الجنوب إفريقي لحسم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي حين يستضيف يانج أفريكانز التنزاني بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.